حبايبي 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 حبايبي. طب يا كابتن احنا مالناش حركه ايه يا كابتن؟ حركه تمام aerial cartwheel اوكي from high altitude تمام. ماشي يا كابتن، حركه العجله الهوائيه فكر بالانجلش والكلام ده بقى من مكان عالي. طيب دلوقتي يا كابتن احنا مالناش حركه الاريال كارتويل، بس ازاي يا كابتن تعملها من مكان مرتفع؟ هنفهم بقى يا كابتن الطريقه زي ما قلت. طبعا بصوا دايما الحاجه لما بتيجي ترميها من مكان عالي بتكون اسهل لما تيجي تعملها من ارض الارض، لكن بس يعني من مكان عالي بتحتاج الحركه يا كابتن ايه يعني جرأة شويه. لكن ده يا كابتن هنتعلم دلوقتي حركه الاريال كارتويل اوكي، ازاي يا كابتن نعمل حركه العجله الهوائيه تمام من مكان مرتفع. طيب دلوقتي يا كابتن انا قلت كده حركه العجله الهوائيه الناس اللي بتعرف تتقنها في الارض تمام اهو يا كابتن عجله ايه الهوائيه تمام. لكن يا كابتن دلوقتي لما نيجي نعمل حركه العجله الهوائيه هضم رجلي الاثنين زي الراوند اوف، رجلك يا كابتن زي ايه الراوند ايه اوف تمام. يبقى يا كابتن في العجله الهوائيه انت بتضرب رجلك الاثنين بينزلوا مع بعض، بص معايا كده تمام. يبقى يا كابتن في الاير كارتويل احنا هنضرب العجله حركه العجله معاك، لكن يا كابتن رجلك ما ينزلوش طبعا ايه كده تمام. رجلك بينزلوا ازاي كده كده، لكن طبعا ايه على الهواء. طبعا انا بشرح الحركه للناس اللي بيعرفوا يعملوا الاريال كارتويل، لكن يا كابتن دلوقتي احنا هنزود ان احنا يا كابتن ايه واحنا في مكان عالي انك تنزل رجلك الاثنين ايه يا كابتن ها تاخد العجله الهوائيه تنزل رجلك مع بعض كده انزل ضم رجلك الاثنين مع بعض. طيب دلوقتي يا كابتن هنعمل دلوقتي يا كابتن الحركه عايزين نعملها يا كابتن من مكان ايه بقى؟ من مكان عالي. ازاي كابتن نعمل حركه من مكان عالي؟ تمام. اول حاجه دلوقتي انت هنا هتحس بخوف شويه وتوتر تمام؟ هتحس يا كابتن ايه؟ بخوف وتوتر. هتاخد الحركه كابتن اول حاجه تدريجي، تكون في مكان عالي مثلا اول حاجه ايه؟ 10 سم، بعد كده مثلا 20 سم، 30 سم، 40 سم، 50 متر، 2 متر وهكذا. بتبدا يا كابتن تعلى تدريجي تمام؟ يبقى اول كابتن حاجه علشان مثلا ما تخافش انت مثلا بتيجي فوق المكان العالي تمام، وتعمل يا كابتن حركه ازاي مثلا؟ بتعملها مثلا على ايدك اوكي؟ هتعملها يا كابتن ايه؟ على ايدك. هبص ازاي؟ اهو شفتوا؟ هنزل راوند اوف كده تمام؟ يبقى يا كابتن علشان ما تخافش تبدا ايه؟ تعمل حركه كابتن ايه؟ ها على ايدك اهو. بص معايا هنا كده شايفين؟ واروح رامي رجلي واضمها تمام؟ اهو يا كابتن ادي اهي طريقه. طيب بقى لما اجي اعمل هنا بقى العجله الهوائيه مره واحده بتعمل ايه؟ انت بترجع ورا اوكي؟ انت بتيجي بتجري تمام؟ خلي رميتك مش لجوه كده لا، خلي رميتك بص لقدام يعني افرد نفسك لقدام تمام؟ بص معايا شفت؟ لازم تفرد نفسك لقدام، انت اهو على مرتفع بتروح ازاي؟ بص ها افرد نفسك لقدام كده، طول ما كتفك بتفرد لقدام الحركه بتيجي معاك يا كابتن ايه؟ اسهل تمام؟ هو كابتن يبقى كابتن ايه؟ انا هجري تمام؟ ها وهرمي اهوت ها افرد نفسك فين؟ لقدام، خلي رجلك قريبه من على الطرف تمام؟ وهترمي العجله بتاعتك الهوائيه عادي وتروح ايه؟ تمام رجلك تمام. وفي ناس ممكن تنزل ايه؟ اهو كده شايف؟ ممكن تنزل ايه برضو فاتح رجلك، لكن لما تنزل فاتح رجلك بالعجله الاصليه من مكان مرتفع تمام؟ الحركه دي يا كابتن معاك ممكن ما تجيش ايه؟ يعني ممكن كده تتكدم، لكن يفضل يا كابتن انك ايه؟ بتنزل على رجلك ايه؟ ها الاثنين تمام؟ يبقى يا كابتن اوكي انا كابتن بجري اوكي اهو بس بس كانك ايه بتفرد نفسك في حمام سباحه تمام ادفع كده تمام ادفع نفسك ايه لجوه. طب رجلك الاولى طالعه ها والثانيه تمام كابتن هجري اهو تمام. الحركة مش صعبة، حركة سهلة جدا بتمر عليها كتير تمام؟
بتسحب نفسك لقدام، اتدرب بالتدريج التدريج التدريج، تاخد اول مره 5 سنتي هوبا 10 سنتي وهكذا تتدرج، في الاخر هتجيبها اتقنها. ما تيأس لما تيجي تتمرن مش في مكان ها يبقى صلب، حط مرتبه طن طن رجلك ما تتجزعش، استمر استمر انا معاكم لحد ما نتعلم. هنتعلم هنتعلم شطار مش عايزين نضرب فشار وهنتعلم. باختصار ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، ننتظر مزيد ومزيد باذن الله. كابتن جابر السكوفي معاكم، اي لاف يو، بحبكم، كيس. اه يا سفله، السلام عليكم.